فانت لو دخلت جوه الفات ريبورت بقى بتاعه هتبص تلاقي عامل لك شويه حاجات، يعني مثلا بيقول لك ايه الحاله الاولانيه تيست 1 ابلاي سنجل فيز فولتج تو وايندنج 1 اللي هي اي سايد، ذا شورتد لاين تيرمينال اوف وايندنج 1 اند اتس نيوترال، تمام، اول اذر وايندنج ار اوبن سيركت، اللي هو اللو سايد هيبقى اوبن سيركت، يعني الهاي سايد شغلت الثلاث فيزات هتعمل بينهم بين النيوترال والملفات الثانيه كلها مفتوحه. The major zero sequence impedance is represented by Z1 in O. في الحالة دي هو قاس ايه؟ هو قاس حقنا الهاي اللي هو مفتوح، التيرشري دلتا مقفولة، هو مش راضي يقولها لك التيرشري دلتا مقفولة، قال لك الحالة دي انا سميتها، هو سماها Z1 in O، احنا كذلك ممكن نسميها Z high to tertiary. خلاص احنا كده عرفنا في الاختبار ده جبت Z high to tertiary. تمام، قال لك تيست 2 ابلاي سنجل فيز فولتج تو وايندنج 1، تمام، بتوين شورتد لاين تيرمينال وايندنج 1 اند اتس نيوترال، شورت ذا لاين تيرمينال اند نيوترال اوف وايندنج 2، جعل وايندنج 2 ونفترض ان هو 66 كي في وجعل له كذلك شورت ذات مع نيوترال، اول اذر وايندنج مي بي اوبن سيركت اور شورت، ذا ميجر سيرو سيكونس امبيدنس Z1 ان اس، تمام، Z1 ان اس ديت اللي هي هتعبر عندي عن الهاي تو لو تو تيرشري في الحاله دي ان الدلتا داخله معايا. زي تيست 3 ابلاي سنجل فيز فولتج تو وايندنج 2، ابتدى يحقن مثلا من ملف 66 اللو سايد بتوين ذا شورتد لاين تيرمينال اللي هي X1 X2 X3 اوف وايندنج 2 اند اتس نيوترال اللي هي X0، اول اذر وايندنج ار اوبن سيركت، يبقى كده فصل ما شرطش على الهاي سايد، وبالتالي هنا قال لك ايه ده الاختبار ده اسمه زد 2 ان او اللي هو زد لو تو تيرشر، تمام. بعد كده قال لك تست الرابع ابلاي سنجل فيز فولتج بتوين تو وايندنج 2 عن 66 كي في سايد، ذا شورت لاين تيرمينال اوف وايندنج 2 اند اتس نيوترال، تمام، شرط الثلاث فيزات احيان بينهم بين الاكس 0، شورت ذا لاين تيرمينال اند نيوترال اوف وايندنج 1، ملف ال 220 ثلاث فيزات مع نيوترال هنعمل لهم شورت مع بعض، اول اذر وايندنج مي بي اوبن سيركت او شورتد، ذا ميجر زيرو سيكونس قال لك زد 2 ان اس، تمام، زد 2 ان اس اللي هي اسمها لو تو هاي تو تيرشر، تمام، رجع كاتبهم لك، قال لك زد ديت طبعا اسمها زد هاي تو تيرشر، زد هاي تو لو تو تيرشر، زد لو تو تيرشر، زد لو تو هاي تو تيرشر. قال لك بعد كده انا عندي زد هاي سايد، زد لو سايد، زد تيرشري سايد، قسمها وقال لك المحاول الثلاثة وايندنج بيمثلوا السيركت دي في النهايه، تمام، عايز اجيب زد هاي لوحدها وزد 2 وزد 3، قال لك الان، قال لك والله زد 3 عوض في المعادله دي، تمام، يطلع لك الزد بتاع التيرشري لوحده، تمام، قال لك بعد كده زد 2 هتجيبها ازاي؟ احنا هنا زد 2 ان او اللي احنا قلنا قبلها ان انا بحرم من اللو الهاي اوبن التيرشري دلتا مقفوله ديت اسمها زد لو تو تيرشري، فلو تو تيرشري اطرح منها التيرشري يطلع لك اللو بس من هاللو، قال لك زد هاي عندنا الاختبار ده اسمه زد هاي تو تيرشري اللي هو قال لك في النهايه زد هاي تو تيرشري اطرح منه زد تيرشري هيطلع لك زد هاي، يبقى كده فصل جاب لك الزد هاي لوحدها زد لو لوحدها زد تيرشري لوحدها، تمام. طبعا القياسات دي كلها مثلا هو الراجل عاملها ايه عند ال 50 ميجا فولت امبير بيز، تمام، انه حتى لو التيرشري عندي هنا 2 ميجا وتيفر قدرته كام، لا هو الراجل في النهايه خلاهم كلهم عند نفس البيز. بعد كده والله انت بقى عايز هاي تو لو اهي زد هاي تو لو بتساوي جمع جمع الزد 1 وزد 2، تمام، هيطلعوا لك مع بعض، يعني ادي الهاي سايد وادي اللو سايد، حتى بعد كده جابهم مثلا بالاو، تمام. فهو انت ممكن تعمل حسابات بالشكل ده بحيث ان انت ايه تجيب منها هاي تو لو، تمام، من غير ما ايه لانك مش عارف تقيسها، فانت بالتالي بتقيس اللي متاح لي واللي غير متاح بتجيبه بالمعادلات.